من تابع عالم الصباح ومنرحب بضيفتنا سهى تحومي ناشطه بجمعيه سباق القمم. صباح الخير. صباح الخير فيكي. ميرسي. سباق القمم يلي من سنه لسنه صاروا عم ينطروا كل الرياضيين وغير الرياضيين يلي بحبوا الطبيعه ويلي بحبوا المشي. صار لنا سنين عديده بس بحال ما حدا بيعرف. خلينا نرجع شوي نتذكر امتى هالنشاطات هيدي بلشت واليوم نحن شو عم نحكي عن اي جمعيه. اوكي، نحن عم نحكي اليوم عن جمعية باتوي دي سومي او سباق القمم يلي هي جمعية تأسست بعد ما انهى الجنرال شامي روكوس خدمته بالجيش اللبناني، يعني بسنة 2015. هيدي الجمعية بتقوم بنشاطات مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي، منها سباقات ومنها مارش عادي يعني هايكينج. هلا نحن اليوم جايين نحكي عن المارش يلي عندنا اياه 24 سبتمبر 24 ايلول يعني الاحد يلي جاي. هلا بنحكي عليه بتفاصيل بس هيدا الشيء هو متابعه لنشاطات كانت تصير بالسابق، يعني كمان انتم بعدكم عم بتتابعوا وفي ناس كانت تمشي قبل بهالاطار هيدا. مزبوط. صحيح. هذيك السنه كان اول نشاط لباتروي دي سومي كان هذيك السنه بالصيف. بس هي نشاطات هيدي بلشت على ايام مع الجنرال شامي روكوس، كان هو قائد فوج المغاوير، كان يعمل سباقين بالسنه، واحد اسمه بي تو بي وواحد اسمه غد السيد، وبس واحد بالصيف وواحد بالشتاء، واحد بالصيف وواحد بالشتاء، وحب يكمل بهيدي الروحيه وعلى هيدا الاساس تاسست باتروي دي سومي وبعدنا مكفيين بهول النشاطات. ليالي كمان حابب هلا السنة وعم يسمع ويعرف أكثر تفاصيل، مين يلي بيقدر يشترك بهيدي السباق هيدا؟ هل هو فعلا سباق؟ هل هو بده كثير مجهود؟ من وين لوين التراجية اللي عم بيتحدد ب 24 أيلول؟ أوكي، هو سبق فيها كل الناس تشترك فيه، في ثلاث مسارات بهيدا السباق، عندنا مسار 12 كيلومتر، عندنا مسار 18 كيلومتر، وعندنا مسار 30 كيلومتر. هلا هون بحب اقول انه المسار يلي هو 12 كيلومتر هيدا معمول للناشئين يلي من عمر 9 ل 14 سنه هن يلي بيشتركوا فيه، 18 و 30 مفتوحين للكل، يعني حتى كمان اذا في مدام ست او مسيو كبير او هيك انه ما عبالهم يمشوا 18 او 24 باردون 18 او 30 عبالهم يمشوا 12 ما في مشكل، بس انه بينطلقوا ديسكاليفيه، يعني ما بيكونوا ما بيتصنفوا اذا بدك ما بيتصنفوا. اوكي عظيم. فاذا ثلاث مسارات بس بينطلقوا بنفس ال بينطلقوا بذات الوقت على الساعه 6 الصبح يوم الاحد 24 الشهر من ست شبروح الانطلاق. أوكي. هلا هون بحب اقول انه يلي بده يتصنف ويعمل وقت واكيد يطلع بوديوم وهيك، هون في لازم يكون عنده تيم او اكيب فريق، الفريق لازم يكون من ثلاث اشخاص او ذكور او اناث، ما في فريق يكون ميكست. هلا يلي ما عنده اكيب ثلاث اشخاص في يشترك ويمشي وينبسط وكل شيء، بس انه ما بيتصنف، بينطلقوا ديسكاليفي يعني ما بيطلعوا بوديوم، هي هي بس كل الفرق. اوكي، بس الكل رح يكونوا موجودين ومبسوطين والى اخره، لحتى شو لازم يتجهزوا؟ هلا ما يعني لازم ياخذوا، يكونوا اكيد لابسين هايكينج شوز يلي هي الاحذيه المخصصه للمشي، لازم يكونوا لابسين تياب مناسبه يقدروا يعملوا فيها سبور، يكونوا مرتاحين، يكون معهم كاسكيت، يكون معهم جاكيت بالساك ادو تبعولهم، واكران اكيد لانه طما اذا في شمس قويه ما يحترقوا، واذا في سقعه وعرقوا يلبسوا شيء كمان لانه نحن عم نحكي عن مرتفعات. مظبوط. التراجي وين ببلش وين بيخلص؟ هيدي كمان نقطه مهمه. التراجي ببلش بست شبروح وبيخلص بست شبروح لانه هو بوكل. هلا من ست شبروح بيطلعوا على جبل الصليب، من جبل الصليب كبان، من كبان بينزلوا على الميدان، من الميدان على سيدة الدرجة وبيرجعوا على ست شبروح. نفس هذا بوكل للكل للثلاث؟ لا يا هلا ال 12 كيلومتر بيوقفوا بالكبان، اكيد في باصات رح تنقلهم على ست شبروح. اوكي، وثاني الثاني ال 18 كيلومتر كمان بيخلص بست شبروح، بس في محل بيفرقوا منه بينزلوا، يعني بيكون المسار لا ما بيزعبروا لا يعني بيزعبر كمان بيصير دغري ديسكاليفي لا ما بيزعبروا، بس بيظهروا في محل بينزلوا، يعني في مثل طريق بينزلوا منها بيصبوا دغري بيصيروا دغري بست شبروح. اوكي، نحن بعد عندنا كثير تفاصيل بدنا نحكي فيها، بس بالاول بنشوف سوا بشكل سريع هالفيديو. اوكي.
برعاية وحضور العميد المغوار شامل روكوز، تدعيكم جمعية باتروي دي سومي للمشاركة بسباق القمم يوم الأحد 24 أيلول الساعة 6 صباحاً. يبدأ السباق من سد شبروح صعوداً إلى جبل الصليب مروراً بالكبان والميدان وسيدة الدرجة، وبضم ثلاث مسارات 12 كيلومتر أو 18 كيلومتر أو 30 كيلومتر. للاشتراك www.pds-lb.com، للاستعلام 715-515-64 أو 65. بعد في مجال الناس تتصل وتتسجل في وقت من هلا ل 24، صحيح؟ يعني مزبوط. بس مزبوط. اخر دليل امتين؟ اخر دليل تعرفوا العدد مزبوط وتقدر. حتى اذا طلعوا اليوم الاحد كثير بكير فيهم يتسجلوا، يعني قبل انطلاق السبق فيهم يتسجلوا. يعني الساعة 5 5 ونص. فانه 4. هلا انا بتمنى على كل الناس يلي ما لحقت تتسجل، بتمنى على كل الناس هلا في كثير لانه باخر تكه انه لقيت حالي هلا اوكي ماشي حالي فاضي بكره هتا اطلع. مزبوط. بس هلا هون بدي اوضح شغله انه التسجيل كثير هين، يعني فيهم يفوتوا اونلاين على ويتسجلوا على www.pds-lb.com يتسجلوا، ما بتاخذ شيء معهم، تاخذ معهم ثواني اكيد، وهيك هن لإلهم أريح أفضل، لأنه كل شخص بيتسجل رح يطلع له رقم، وهيدا الرقم كتير مهم يستلمه أو السبت، هلأ بنحكي بعدين عن السبت أو الأحد الصبح كتير بكير، لأنه هيدا في كذا تشيك بونت، على كل تشيك بونت بيقطع أكيد بدهم يقطعوا على تشيك بونت كرمال نقدر ناخد وقته، كرمال هو كمان الشخص ياخد وقته، خاصة إذا كانوا إكيب وإكيب دو تخوا أو ميل أو فيميل، يعني هن مشتركين مزبوط بدهم يعملوا وقت، بدهم يجربوا يطلعوا بوديوم. دونك هيدي الاشياء على طول بنشدد عليها انه بليز فوتوا واشتركوا على السايت، لانه الاشتراك كثير هين وبياخذ معكم ثواني وافضل للتنظيم. مزبوط. هلا الشخص يلي ما لحق يشترك او ما قدر او صار معه شيء، عندنا نحن رقمين حاطينهم اكيد للاستعلامات يلي هن 71 51 51 54 او 55. وكمان اكثر من هيك، اذا كمان في شخص ما لحق يشترك او صار معه شيء، في او يشترك السبت عشية، هلا بنحكي بالتفاصيل عن السبت عشية او الاحد الصبح كتير بكير، احسن يكونوا الساعة 4 الصبح او قبل الساعة 4 الصبح لهن يكونوا مرتاحين ولا ينطلقوا مع كل العالم، ما يصير في تأخير، ما يتأخروا هن ينطلقوا مع الكل، لانه في متابعة يعني على الدرجة، في معكم مين عم يهتم اذا حدا لا سمح الله تفركش وقع صار معه اي اصابه الى اخره، مين اللي عم بيواكب؟ هون بطمنهم انه في امن رح يكون منتشر على كل الباركور، وفي كمان الصليب الاحمر يلي هو كمان عنده كذا نقطه موجود فيها، وعلى طول بيشاركنا بكل نشاطاتنا وبوجه لهم تحيه كثير كبيره. صحيح. يمكن هيدي كمان تطمين للاهل يلي في عندهم اولاد، عم تقولي لانه في تراجي في اولاد من 9 ل 14 سنة. ف... صح. هيك الاهل بيطمنوا اكثر انه في دائما مواكبه لالهم عم بتكون موجوده. مزبوط. حتى يتابعوا بكل امنيه طبيه، كل شيء يعني امنيه وكمان طبيه من قبل الصليب الاحمر. طيب. التحضيرات اللي بتصير نهار السبت شو بيصير فيها؟ اوكي، يوم السبت اول شيء هون كمان بحب اقول كمان للناس يلي منع ما عبالها تطلع بسياراتها او هيك، نحن يوم السبت 23 الشهر مأمنين مواصلات من صيدا، ساحة النجمة، زحلة، تمثال الكرمة، نهر الموت، استاد ميشيل المر، وجبيل سوبر ماركت ابو خليل. الساعة 3 يوم السبت 23 الشهر بينطلقوا الباصات، بيطلعون على سد شبروح. هلا بسد شبروح يوم السبت على الساعة 7 في بريفينج، يعني بيجي منخبرهم عن المسار، منشرح لهم أكثر، منقول لهم وين في تشيك بونتس، وين رح يكون موجود الصليب الأحمر، وين رح يكون في مي كرمال يقدروا يتصرفوا، شو هن الأرقام يلي إذا صار معهم شيء يقدروا يتصلوا فينا. بنعمل لهم بريفينج عن كل الباركور، بيرجع بعد البريفينج أكيد الجنرال كمان بيطلع وبيشارك وبيكون عنده كلمة. بعد البريفينج بيكون في فدقان وعشاء، أكيد نحن في خيام للكل، في كمان تواليت كمان للكل موجودين، بس بطلب من كل العالم يلي بدها تنام فوق يكون بس معهم ساك دو كوشاج، واكيد يكونوا لابسين تياب لانه نحن هلا صرنا باخر باواخر ايلول ونحن على مرتفعات موجودين، يكونوا لابسين مزبوط لما يبردوا او ينزعجوا. هيدي نهار السبت، هيدي يوم السبت. المأمنين يلي بده كمان يطلع ينام بده يقول قبل بوقت،
ايه اكيد بده يتصل. مزبوط بده يتصل على هول الرقمين، رح ارجع عيدهم 71 51 51 54 و55، بيسجل اسمه من اي نقطة هو بده يروح، ونحن اكيد بنأمن له الطلعة والنزلة على ذات النقطة يلي هو راح منها. هيدا يوم السبت على الساعة 3 بينطلقوا الباص بعد الظهر. يلي ما بده يطلع ينام، هل في نقليات الاحد صباحا؟ الاحد لا لا لا، الاحد بده يطلع كل واحد بسيارته. في اماكن لحتى يوقفوا فوق مأمنة حد في كثير محلات يقدروا يوقفوا فيها سياراتهم ما يعتلوا هم. ساعتها بس بدهم يطلعوا كثير بكير اكيد، ويكونوا كمان مزبوط اكيد مزبوط. اكثر شيء يعني يطلعوا بكير اكثر شيء كرمال يقدروا يسحبوا رقمهم والكارت تبعولهم، يلي الرقم يلي تسجلوا فيه والكارت تبعولتهم يلي لازم تكون معهم على طول المسار، كرمال تشيك بوينتس اكيد وكرمال نسجلهم اوقاتهم. طيب يلي بدهم يوصلوا على البوديوم، ساعتها صار عندنا هلا ثلاث مسارات، وعندنا يعني من كل حدا مزبوط، عندنا اول ثاني ثالث عن كل فئه، يعني عن الاناث عن الذكور. عندنا كثير، عندنا اناث وعندنا ذكور وعندنا ناشئين وناشئين. ايه وعندنا المسار القصير والوسط بس الطويل. للناشئين بيتصنف فيه بس الناشئين، 18 و30 بيتصنف فيه الكل، يعني الذكور بيتصنفوا والإناث بيتصنفوا على شرط أنه يكونوا بس إكيب إكيب دو تروا وما يكونوا ميكست، ما يكونوا إناث وذكور. لا متعبوا أهلا. لا يلا إن شاء الله إن شاء الله تاني سبق بيكون في صار عنا كمان كاتيجوري جديدة يلي هي الميكست. أكيد هلا عنا يعني عم نحكي عن كل هالشي على الأرض، بس الهدف الأساسي إنه يكونوا موجودين بالطبيعة، يكون في مشي ويكون في هالروح الرياضية، صحيح؟ مزبوط. الهدف الأساسي من كل هيدي النشاط هي تشجيع على الرياضة، هي كمان حث الشباب على الاختلاط وعلى التعايش، وأكيد الحفاظ على البيئة، وكمان يتعرفوا على جبالنا وعلى وطننا يلي هو كتير حلو، وفي مناطق عن جد كتير حلوة ولازم نكتشفها سوا. ايه هي اوقات يعني واحد ما بيتشجع اذا قد ما بنقول في مناطق حلوه، بس هيك لحاله ما رح يطلع، بس وقتها بيكون في مجموعه وبيكون كل شيء منظم كمان مأمن، يعني صح. بعض الامور لانه عم نحكي طبيعه وعم نحكي يعني ما في طريق شو بيقولوا، حتى طريق مشي في محلات يمكن منا مقصودة. مزبوط. فإذا ضروري يكون في مرافقة لهالجميع. يعطيكم ألف عافية. لكن نرجع نذكر بال 24 أيلول باتروي دي سومي انطلاقا من الساعة 7، رح تمشوا 7؟ 6 الصبح 6 المشي الانطلاق اليوم ستة. الاحد 24 ستة. شهر 6 الصبح، عشان هيك عم نقول الساعه 4 يعني احد الجاي. 6 مش كثير بكير، احد الجاي. نحن بنطلع على الترويه اذا والتسجيل مفتوح للكل، وعن جد بنتمنى انه السنه تكون المشاركه كثيفه واهلا وسهلا بكل يلي بحب يطلع يشارك. يعني لو ما عندكم اكيب دو 3 بيرسون ما تعتلوا هم، اطلعوا وامشوا معنا، حتى اذا واحد لحاله يطلع ويمشي معنا رح يلاقي فيك ناس كثير عم تمشي. اهلا وسهلا بالكل. اكيد ميرسي لك، اهلا وسهلا فيك. ميرسي. انا باسم جنرال شيمي روكوز واسم باتروي دي سومي بتشكركم كثير على استضافتنا اليوم معكم. اهلا وسهلا فيكم ويعطيكم الف عافيه. خليكم معنا مشاهدينا، رح ناخذ كمان مره بريك صغير ونرجع نتابع.